إنه يوم العطلة في أحد أكثر مناطق الترفيه شهرة في طهران، مساحة رحبة للصغار والكبار والأهم للشباب الذين يجدون فيها ما هو محظور عليهم في غيرها من الأماكن. الميرة فتاة تجد في هذا المكان فرصة لتخفف من الحجاب المفروض عليها، يدها بيد صديقها دون ما أي حرج أو خوف. فأكثر الشبان والفتيات لا يأتون هنا للتزلج فحسب، بل طمعا بمساحة أكبر من الحرية كما يقولون. كل شيء هنا جميل، التزلج ولقاء الأصدقاء. أتي كل أسبوع مع صديقي لنستمتع بحرية أكبر مما نتمتع بها في المدينة. هنا الشبان والفتيات معا دون أي مضايقات. العائلات نادرا ما تأتي لهذا المكان بسبب ما تراه تجاوزا للآداب العامة من تخفيف في الحجاب والاختلاط بين الجنسين، الذي هو عادة من المحرمات قانونيا. الوقت هنا يمر بسرعة، إحساسنا به مختلف والحرية كبيرة. رجال الأمن لا يحضرون علينا شيئا يتعارض والقوانين، فالشباب والفتيات يلهون معا بحرية. من توكل إليه مهام الأمن يخشى التقاط الكاميرا ما يعتبره تجاهل الفتيات لقوانين رعاية الأخلاق. الطبيعة هي الأخرى غير متشددة هنا، فرغم الثلج البارد تسطع الشمس فوق توتشال لتزيد المنظر جمالا ودفئة. لعل السلطات الإيرانية نجحت هنا في المواءمة بين تشدد قوانين الحرية وعدم تقيد معظم مرتادي هذه المنطقة. فالرقيب يغض الطرف عن الكثير من المحظورات ليصبح التزلج هنا متنفسا بأقل القيود. عبد الهادي طاهر، الجزيرة، من منطقة توتشال شمالي طهران. فيه شهرة في طهران، مساحة رحبة للصغار والكبار والأهم للشباب الذين يجدون فيها ما هو محظور عليهم في غيرها من الأماكن. الميرة فتاة تجد في هذا المكان فرصة لتخفف من الحجاب المفروض عليها، يدها بيد صديقها دون ما أي حرج أو خوف. فأكثر الشبان والفتيات لا يأتون هنا للتزلج فحسب، بل طمعا بمساحة أكبر من الحرية كما يقولون. كل شيء هنا جميل، التزلج ولقاء الأصدقاء. أتي كل أسبوع مع صديقي لنستمتع بحرية أكبر مما نتمتع بها في المدينة. هنا الشبان والفتيات معا دون أي مضايقات. العائلات نادرا ما تأتي لهذا المكان بسبب ما تراه تجاوزا للآداب العامة من تخفيف في الحجاب والاختلاط بين الجنسين، الذي هو عادة من المحرمات قانونيا. الوقت هنا يمر بسرعة، إحساسنا به مختلف والحرية كبيرة. رجال الأمن لا يحضرون علينا شيئا يتعارض والقوانين، فالشباب والفتيات يلهون معا بحرية. من توكل إليه مهام الأمن يخشى التقاط الكاميرا ما يعتبره تجاهل الفتيات لقوانين رعاية الأخلاق.